خويا احنا خدامين، احنا اصلا من 8 الصباح حنا خدامين. دابا واحد الساعه خويا شمينا ريحه الدخان، فاش شمينا خويا ريحه الدخان طلعنا للسطح، قلنا لك ما عندنا. فاش طلعنا للسطح لقينا الدار اللي مجاوره معانا اللي شاعله فيها العافيه كما كتشوف اخويا. ها جاب الله جو رجال المطافئ ونقضوا الموقف في اخر لحظه، اما راه كانوا عيالات ودراري صغار. هادشي اللي كاين اخويا، خويا كاين بزاف د الاسباب، كلش كيقول اش كيقول باقي اخويا ما عرفناش. هادشي كيقول شارجور شي الله اعلم. هادشي اللي كاين اخويا، قصاري ما فات حتى خسائر، ما عندنا الخسائر. المهم حنا خفنا على راسنا، ماشي انا خفنا على راسنا، لكن راه كاين اكثر من 34 خلق خدام في هاد القصاري. كلشي تشم الريحه، فاش طلعنا السطح كنصحابوها شاعله عندنا لقينا شاعله الدار اللي في الجوار ديالنا. هادشي اللي كاين اخويا. خويا كنا خدام في قصريه النور، حنا في قصريه النور واقفين فوق قصريه النور دابا خدامين لتحت. واحد شويه بات لنا العافيه شاعله، قالوا شاعله في قصريه النور، حنا طلعنا للقصريه، حنا في قصريه لتحت ما كاين حتى عافيه، جينا طلعنا للفوق لقينا العافيه شاعله لتحت. فهاد الموبيل ديال سميتها هاد الجيران، هادي قهوه، قهوه الزهور شاعله حداهم، واش في قهوه ولا في السفليه ديالهم.